زون ميكست. زون ميكست فضاء رياضي متجدد على شبكة راديو بلوس. زون ميكست يواكب، يحلل ويناقش مختلف الأحداث الرياضية. زون ميكست من الاثنين إلى الخميس، من الثالثة زوالا إلى الخامسة مساء مع سعيد زدوق على راديو بلوس. مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم زون ميكست على أثير راديو بلس. معكم من الآن وإلى حدود الساعة الخامسة. تحيت لكم من زميلي سعد ويكادون وراء القمطر الفني. إذن الحلقة ديال اليوم غتكون عبارة عن حلقة امتداد للحلقة ديال الأمس. اليوم غادي نفتحوا الخطوط للمستمعين الكرام. الكثير منهم يكون عنده بزاف ديال الملاحظات على الشيء اللي تقال بالامس، وهاد الملاحظات يمكن تكون ايضا عندها علاقه بالشيء اللي غنذكر عليه اليوم. خليني نقدم لكم في الاول واحد العمليه مهمه في مجال كره القدم. في مجال كره القدم او في المجال الرياضي بصفه عامه، الاحصائيات اللي او المعلومات التي يستعملها عاده الصحفيين، هذه المعلومات هي اساسيه، وبالتالي لما تنسمعوا مثلا كاين شي احصائيات تظهر لنا بعد نوبات يعني غايه في الدقه، ولكن ما تنفكروش وما تنقولوش كيفاش جات هذه الاحصائيات، فقط ان تستعملوها، تستعملوا بانه هذا الفريق انتصر على هذا الفريق 34 مره، او ان هذا اللاعب، لان الاحصائيات الدقيقه تجينا من اوروبا، تعطيونا مثلا ميسي شكون هو الفريق اللي تسجل عليه، او ميسي شكون هو الفريق اللي كان ضحيه ميسي وتسجل عليه اكبر عدد من الاهداف، او عدد ضربات الجزاء اللي سجلهم رونالدو، او الاهداف اللي تسجلوا في الشوط الاول وفي الربع ساعه الاولى. هذه احصائيات هي اللي تعطي واحد المتعه في المباريات. مع كم الاسف حنا يمكن في المغرب هذه العملية هذه ما تعطيها شيء الأهمية اللي تستحق. اليوم تنستضيف واحد السيد اللي عنده اهتمام كبير لسنين طويلة بهذه الإحصائيات المرتبطة بالمنافسات الخاصة بكرة القدم الوطنية. وحنا دائما تنتسألوا علاش ما عندنا شيء إحصائيات، علاش ما عندنا شيء لاعبين، تنعرفوا شحال لعبوا ديال المباريات الدولية، ما عندناش هالشيء بدقة. إذا سألنا على أول مقابلة ديال المنتخب الوطني المغربي واش عندنا تشكيلة ولا ما عندناش، كاين فقط أنه واحد تينقل لنا بأنه لا كان فلان اللي كان أو هذا اللي كان، يعني نتذكروا حتى على غير هذه 15 و20 سنة، يعني ما عندناش شي موقع اللي غنمشيو له وبالضبط نعرفوا التفاصيل بدقة. يعني تسمعوا لاعب لعب 100 مقابلة، هذا 70 80 داك الشيء تقريبي، ما 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 يمكنش نقول بأنه ما عندناش شي مصدر اللي هو صحيح. اليوم غادي نستقبل السي عبد القادر زيدان. صراحه لما طلعت على الامور اللي متق لقيتها في غايه الدقه، يمكن هو غيتحدث على هذا الشيء هذا. خليني اولا نرحب به سي زيدان، مرحبا بك. مرحبا سيدي. طيب هادشي ديال الاحصائيات تنعرفوا بان عنده اهميته، انت كيفاش جات المبادره باش انك او جاتك الفكره ديال انك تقوم بالاحصائيات، علما بانه لما تنتحدثوا على احصائيات لا انه عندك الاحصائيات من 57 اول مقابله ديال المغرب ضد العراق، وعندنا اخر مقابله، وعندك اللاعبين وقاش دخلوا وقاش خرجوا. وضح للمستمع الكريم شنو هو هذا العمل اللي قمتي به باش تحصلتي على هذه المعطيات كامله. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اذا سمحتي قرب الميكروفون عندك. هاد الفكره جاتني في عام 2000. 2000 كنت باقي في العمل، كنت نعمل في خطوط الملكيه المغربيه. وقلت تنسول تنشوف تنقول علاش الناس، علاش اللي مخصين بهذا العمل ما قاموش به.
زعما على السن ديالي رانا عندي 71 سنة تفرج كاع من 56 وانت تنتفرج في الحمد لله الذاكرة معاوناني بزاف ما خليش ما كاينش فراقي اللي باقي في الدين ديالي من 57 داك الشيء تنفكر فيهم انا في العمل ديالي انا اعلامي قلت علاش ما نديرش شي حاجة اللي غادي نخليها اوموان بعدا يعرفوا الناس مصدر بديت نخدم اعلامي بعدا ماشي مع الصحفي يعني انفورماتيسيان فوالا انا جيت انجينيور انفورماتيسيان في لارومون داك الشيء قلت زعما بحيث كاين اللي غيسمع اعلامي غادي يترجمها بانه صحفي لا غير باش وظفت هاد الاعلاميات وظفتها في الكره معلوم هادوك عاونوني بزاف باش دير لي ستاتيستيك وتجمع وداك الشيء راه ما تقدرش